عين اكيد سيستعين بخبره السنين في الدربيات في رصيده كلاعب 8 دربيات، كلاعب كمساعد وكمدرب اول. هو الحوار مع شهاب الليلي اللي كما قلت عنده 4 دربيات في السابق. اكيد الحوار سيكون مشوق بين المدربين، ان شاء الله النسق يرتفع، الاداء يكون ممتاز في ظل ممكن غياب الانصار، غياب الجماهير، قمه صامته في المدرجات، ان شاء الله قمه تتكلم لغه الفنيات والاهداف. هذه كره لفرانكوما الكاميروني، يرجع لعليل مشاري التمرير الى الكابيتانو خليل شمام، الى فوسيني كوليبالي الاستلام، ثم التمرير الى فرانكو، محاوله المرور الى الجزائر الجديد. الطيب مزياني، مزيان المرور، الطيب مزياني اليوسف البلالي، ما ثمش التسلل، والهدف الاول، الهدف الاول للترجي. طه ياسين الخنيسي يبادر بالتسجيل في الدقيقة 16، الخنيسي سجل الهدف الأول للترجي، أول هدف في الدربي، هدف البطولة. قلت ساعة لفض الشراكة في ترتيب الهدافين مع الشماخي، هو ينجح في ذلك شكيب، الهدف الأول في الدربي والسادس لطه ياسين الخنيسي منذ انطلاق البطولة. بالفعل رفقي، وشوف العمل الكبير اللي قام به المنتدب الجديد طيب مزياني، هاي إعادة تأكد، شوف كيفاش بعد على لاعب 2 3 حذر، شوفوا التحضير الثاني لسيست حلو ياسر، وياسين الخنيسي من غير فلسفه، هاي الاعاده. شوفوا طيب مزياني ايش عمل، يبعد على اسامه الدراج، على الذوادي، يبعد ايضا على احمد خليل، ويحذر، يحذر الكوره يول بلايلي لياسين الخنيسي. تا ياسين الخنيسي يفتتح النتيجه، 17 دقيقه لعب، الترجي ياخذ الاسبقيه. امامكم الاعاده من زاويه اخرى، هدف جميل، هدف دون فلسفه ولا تعقيد من طه ياسين الخليسي. شوفوا الاعاده، سيف الشرفي ما لقى حتى امكانيه للتصدي لهدف طه ياسين الخليسي. امامكم فرحه كبيره لمهاجم كوليبالي، ياخذها ايمن بن محمد الى فرانكون بين 3 ملعبيه مقطوعه من المختار بن خيثر للدراجي. شماخي خطير سريع نشيط، ياسين الشماخي يعمل وراه بن مشاني، هدف التعادل، هدف التعادل، ياسين الشماخي بامتياز. الشماخي عدلها بعد ما بداها الخنيسي. هو مباراة داخل المباراة، ديربي داخل الديربي، هداف مع هداف. الخنيسي من جانب الترجي يرفع رصيده ل6 أهداف، ويجابوا ياسين الشماخي بعمل كبير بفنيات، يراوغ بالمشاني وبتسويبه باليسار، يضع الكرة في شباك رامي جريتي. الشماخي يجيب، 28 دقيقة لعب، يسدد، شوفوا كاش حتى الكرة على الساق اليسار، التسديد رامي الجريدي ما لقى حتى حل. 10 دقائق لعب في هذا الشوط الأول، دائما التعادل هدف لهدف. ونذكر أن معين الشعباني في الفترة الأولى شكيب كان أجرى تغيير بدخول غيلان الشعلالي مكان سعد بكير، ويبقى بنفس الرسم التكتيكي 4-2-3-1، هو نفس الرسم التكتيكي لمدرب النادي الإفريقي شهاب الليلي. وتواصل الحوار بين الشعباني وشهاب الليلي، يتواصل الدربي رقم 129 بين الترجي والنادي الافريقي. يتواصل الدربي ويتواصل التعادل، تابع هذه العملية طيب مزياني حلوة برشا، حط الكرة على الجهة اليمين، التوزيع خطيرة، جول 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 جول، الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي بإمضاء طه ياسين الخليسي، 2-1. قلنا بداية مشوقة في هذا الشوط الثاني من دربي العاصمة 129، الترجي ينجح في مضاعفة النتيجة. شوفوا الإعادة، طه ياسين الخنيسي في القائم الثاني بعد توزيعة مليمترية من يوسف الدايلي، شوف 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 طه ياسين الخنيسي في القائم الثاني، هاي إعادة من زاوية أخرى، البلايلي يرفع، الخنيسي يطلع ويحط الكرة في شباك سيف الشرفي، 2-1 رفقي لصالح الترجي. بداية قوية، 10 دقائق لعب فقط في هذا الشوط الثاني من دربي العاصمة، 2-1 للترجي. ومرة أخرى
الصناعه. رجع لك عربي، تفضل محمد علي عندك كلمه. شكرا اسكندر. معايا معين شعباني مدرب الترجي. معين، مبروك انتصار، انتصار عنده نكهه خاصه في مباراه ديربي خاص ايضا دون جمهور في ملعب محايد، انتصار لعب فيه ثراء الرصيد البشري للترجي الذي تونسي دور كبير. صحيح، ما هيش اول مره. اول حاجه بارك فيك، شكرا. ما هيش اول مره انه نستحقوا معناها ويصير لنا معناها اصابات في اخر دقيقه ولا تغييرات اضطراريه. ونذكروا بعد تشامبيونز ليج معناها كانوا عندنا 6 مباريات في اسبوعين واستحقينا معناها الافكتيف كامل ومانكور حتى اخذينا معناها من ليكيب اسبوار وخرجنا بنقاط الفوز الحمد لله. اليوم قاعدين نخدموا مع مجموعه كامله، مش قاعدين نخدموا مع 11 جوار بركه، الناس كل امبليكي، الناس كل معناها حاضرين وجاهزين، الامبيونس باهيه برشا الحمد لله. فانت كونت شنو بدلت في الشوط الثاني؟ الترجي كان خير في الشوط الثاني معين، يظهر لي الديسكور نتاع في الميتان ريلاكسيت شويه الاولاد خاطر حسيتهم كريسبي، خاصه بعد ما ماركينا البونتو الاولاني ضيعنا شويه اللعب نتاعنا لي زوتوماتيزم، دخلنا في اللعب اللي ما حشناش به اللي ساعد النادي الافريقي، دونك سور لو بلان تكتيك صلحنا حاجات. هذاك علاش كنا بيان ابليكي في الدوزيام ميتون، خذينا اكثر بزمام الامور واكثر لعب، وهذاك هو معناها. انا قلت للاولاد فما دي سيتياسيون صعاب اللي خرجنا منهم وفرضنا معناها الريتم نتاعنا واسلوبنا، ما فماش علاش نبدلوا لعبنا. مره اخرى باش تلقاو رواحكم في ماراثون تاع ماتش شويه معي. والله صحيح، معناها الحقيقه ربي معانا، ماهيش سهله بالكل، فيو معناها زاد لي فواياج وهو دربي زاد اون ديبلاسمون. سانسيرمون نهار كيما هذا لو 6 جوان وتلبارح معناها ذكرى وفاه الهادي برخيصة والاسعد الورتاني الله يرحمهم الزوز، نورمالمون راهو الدربي في رادس وبحضور الجماهيرين الزوز وراهي داخله منها نتاع زقاوي منها نتاع بلها الله يرحمهم. مي مالوريزمون يلزمنا نقدموا في بلادنا، يلزمنا. هذا ميساج صدقني حبيت نعطيه، حبيت نقوله خاطر حاجه قعدت في قلبي. وبالنسبة لنا احنا اون فاجيري توسع، عندنا افكتيف باهي، الهيئة نتاعنا تتوفر لنا ظروف النجاح الكل، وكا ان شاء الله جاي خير. شكرا ليك معين. تفضل اسكندر. ملعب مصطفى بن جنات وياسين بورقيبة، تفضل ياسين. اهلا وسهلا. هيكل نهايه دربي العاصمه هنا في المناسير بفوز الترجي بهدفين لهدف امام النادي الافريقي. معي معين الشعباني مدرب الترجي. اولا مبروك الفوز معين. ثانيا الترجي رغم الصعوبات على مستوى التغييرات الاضطراريه، تقريبا 3 تغييرات اضطراريه اليوم، النجم نقولوا انه بنك الترجي، رصيد الترجي البشري عمل الفارق في هذه المباراه. الله يبارك فيك اول حاجه. الحمد لله معناها الربح ما كان سهل. اول شيء النادي الافريقي قدم مباراه محترمه جدا. بالنسبه لنا احنا يظهر لي لو كان نتذكروا من بعد نهائي تشامبيونز ليج كانوا عندنا 6 مباريات في ظرف وجيز في اسبوعين، واستحقينا معناها المجموعه كامله، وكانت مجموعه كلها جاهزه على 18 نقطه ربحنا 16 سامحني. ماهيش المرة الأولى اللي نستعملوا معناها الإفكتيف كامل. اليوم اللي يكون موجود في الترجي يلزم يكون مسؤول أول حاجة، وثاني حاجة لازم يكون في قيمة الترجي والماريو اللي لابسه. اليوم يظهر لي عندنا مجموعة متكاملة ومتميزة والحمد لله في آخر المطاف. كيفاش عاش الدربي في المستير خارج العاصمة أول مرة؟ أول حاجة لازمنا نقولوا لأهالي المسير شكرا على الضيافة وملعب المسير، وشفنا التجهيزات طيبة وشفنا استقبال طيب، ولكن الحقيقة ديربي العاصمة ما نجم يكون كان في رادس. بصراحة أنا أنا أنا, أنا رأيي لازم يكون في رادس وبحضور الجماهيرين، خاطر معناها توحشنا حاجة كيما هكا. شكرا معين الشعباني.